جيت سعداء بحضورنا في هذه الندوة اللي الموضوع ديالها طبعا كيهم الجميع اللي هو البيئة البحرية. تمت مناقشة مجموعة من النقاط بينها النفايات والصيد العربي لما له من نتائج على المستوى البعيد بالنسبة للتدخل ديالنا احنا كجمعية وللأهداف ديالنا. الهدف الرئيسي ديالنا هو الهدف التربوي. احنا طبعا كجمعية يلا بدات الأول بدينا بالحملات التحسيسية التربوية في المدارس وخاصة اللي كتواجد في المجال القروي. بدينا بالصحة ودابا غادي ندوزو للمجال البيئي والمحافظة على البيئة سواء كانت الطبيعة أو البحر. خدينا فكرة على المجال البحري من خلال هذه الندوة وإن شاء الله غادي ننطلقوا في هذا المجال ديال البيئة البحرية.